السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مصلحي، فرقة تانية طب طنطا. بإذن الله النهاردة هنتكلم على المحاضرة 5 في المناعة. يا رب مبوظش بقى، عشان ده يسبع ولا تامن مرة أسجلها. تمام، في حاجات كانت بتبوظ في الأول، في حاجات بتبوظت في النص، في حاجات بتبوظت في الآخر، ما علينا. المهم انزل دوس لايك وسبسكرايب وشير للقناة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المناعة، المناعة بص يا سيدي، أنا حفظت الشرح الصراحة من كتر ما قلته أصلا. يعني المناعة دي عامل كأنك رحت لواحد واحد تعبان، تمام؟ فالتعبان ده في أول حاجة بيعملها إيه؟ بياخد شوية حاجات طبيعية فطرية غير متخصصة، تمام؟ لو تبقى شغالة ضد كله، تبقى شغالة إيه؟ ضد كله. طب ماذا يحدث لو هي فشلت؟ إيه اللي يحصل لو الطبيعي ده فشل؟ هيروح للمتخصص. لو الطبيعي الغير متخصص ده فشل، هيروح للمتخصص، يروح بقى لدكتور، بقى يروح يكشف لدكتور، مش هيقضيها وصفات طبيعية بقى. صح. هي المناعة برضه نفس الطريقة. أول حاجة احنا بنشتغل بالغير متخصص الطبيعي اللي بيشتغل ضده كله، تمام؟ ولو فشل نروح للمتخصص. طب اللي شغال ضده كله ده من امثلته ايه؟ من امثلته السكن اللي هو الجلد بتاعنا. عندنا كمان الميوكوس ميمبرين اللي هو الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. عندنا كمان الماكروفاجز، الماكروفاجز دي اللي هي الخلايا البلعميه، ودي بتشتغل في خط الدفاع التاني في الالتهاب، تمام؟ محور الحديث النهارده. طبعا خط الدفاع الاول هي سلايد واحده، نص سلايد حتى. خط الدفاع التاني هنتكلم على الفاجوسيتوسيس، ودي هتاخد معانا شويه وقت. اخر حاجه هنتكلم عليها طبعا المناعه المتخصصه. المناعه المتخصصه دي بيشتغل عليها بايه؟ والله لو هي حاجه بره الخليه، لو هي حاجه بره الخليه بشتغل بالاجسام المضاده. لو هي حاجه بره الخليه بشتغل بالاجسام المضاده، تمام؟ الاجسام المضاده دي بيسموا نوع المناعه بتاعتها هيومرال، بيسموها هيومرال. يعني ايه هيومرال؟ هيومرال دي يعني خلطيه. خلطيه ليه؟ لان انا بشتغل باجسام مضاده، بشتغل بحاجه اسمها المكملات، بشتغل كمان معايا الخلايا البلعميه، كمان بيجي يشتغل معايا الخلايا تي اتش اللي هي الخلايا التائيه المساعده، تمام؟ اما لو جوه الخليه، لو جوه الخليه بشتغل بالخلايا التائيه، بشتغل بالخلايا التائيه. وخليه يعني سيل، فما استغربش ان مع ان المناعه اللي جوه الخليه دي اسمها سيلر اميونيتي. سيلر اميونيتي بتبقى بالخلايا التائيه، بتبقى بالخلايا التائيه، تمام يا عم؟ تمام. يبقى ده بالنسبه لاول سلايد. يبقى اول سلايد سهل خالص، معناه ايه؟ بسم الله. طبعا الاميونيتي عندنا مناعه غير متخصصه، مناعه غير متخصصه طبيعيه فطريه، ان دي يعني فطري، مناعه فطريه، تمام؟ المناعه الفطريه دي عندنا زي الجلد، زي الميوكوس ميمبرين اللي هو الغشاء المخاطي، زي الفاجوسايتكس اللي هي الخلايا البلعميه. امال المناعه المتخصصه، المناعه المتخصصه المكتسبه، مكتسبه ليه؟ لانك اكتسبتها نتيجه ان انا اتعرضت لاصابه قبل كده، اكتسبتها على اثناء حياتي. لكن وانا مولود كان جلدي سليم، كان جلدي بيشتغل، تمام. المناعه المكتسبه دي اديني كده مثال عليها. قال لك الهيومرال اميونيتي، المناعه الخلطيه بالخلايا البائيه بالاجسام المضاده. عندنا المناعه الخلويه، السيلر اميونيتي، دي بتبقى بالخلايا التائيه، وده هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي باذن الله. نتكلم على خط الدفاع التاني وعمليه البلعمه. عمليه البلعمه دي كانه واحد بلطجي جاي، يعني انا تلاقي حفظت الشرح اصلا، هتلاقيني بقوله كده تلقائي اصلا حافظ. واحد بلطجي دخل على منطقه، فهيقولوا له ايه؟ اول حاجه يقولوا له انت منين يا نجم؟ انت منين يا نجم؟ دي كده اول مرحله معانا اللي هي مرحله ريكوجنايز، بتعرف عليه. ريكوجنايز بعمل ايه؟ ريكوجنايز بتعرف عليه، تمام. بعد ما اتعرفت عليه بدا يبجح، قمت محوط عليهم خليه زي السندوتش، بلعته، عملت عمليه انجست، عملت عمليه ايه؟ عملت عمليه انجست، ماشي. بعد ما بلعته قمت مرنه علقه، موته علقه موت، عملت كيل. ده نفس الخلايا البلعميه بتعمل، ده نفس الخلايا البلعميه بتعمل، بتعمل عمليه ريكوجنايز، بتقول له انت منين يا نجم، بتعرف عليه، بعد كده تقوم بلعاه انجست، بعد كده تقوم قتله، تمام. هنتكلم دلوقتي على خلايا المناعه. خلايا المناعه عايز بس نتفق مع بعض كده اتفاق ان المسؤول عن تكوين خلايا الدم، المسؤول عن تكوين خلايا الدم هو نخاع العظام، هو نخاع العظام الاحمر الموجود في العظام، تمام، في رؤوس العظام الطويله وفي العظام المسطحه، تمام. نخاع العظام ده بيبقى جواه خليه جذعيه، الخليه الجذعيه دي هي اللي بتدي، الخليه الجذعيه دي هي اللي بتدي، هي اللي بتدي ايه؟ هي اللي بتدي خلايا الدم، بتدي خلايا مايلويد وتدي خلايا ليمفويد. بتدي خلايا مايلويد زي كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه، وبتدي خلايا ليمفويد. الخلايا الليمفاويه دي كده اديني مثال عليها. قال لك المثال عليها هو الخلايا التائيه، هو الخلايا التائيه والخلايا البائيه والخلايا القتله الطبيعيه. خلايا القتله الطبيعيه دي انت بتنساها، عشان كده اما اكررها لك عشان ما تنساش. خلايا التائيه والخلايا البائيه والخلايا القتله الطبيعيه دي خلايا ايه؟ دي خلايا ليمفاويه. اما كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه دي خلايا مايلويد. تاني حاجه بقى في خلايا الدم البيضاء،
خلايا الدم البيضاء دي بتنقسم لانواع كتير. عندنا خلايا مثلا بتقبل الصبغات الحامضيه فبسميها ايسينوفيل، عندنا خلايا بتقبل الصبغات القاعديه فبسميها بيزوفيل، بتقبل الصبغات القاعديه. عندنا خلايا بتقبل الصبغتين عادي مش فارقه معاها فبسميها خلايا متعادله، نيتروفيل جاي من كلمه نيترون، نيترون ده يعني متعادل مش شايل شحنه، لا بيقبل صبغات حامضيه ولا قاعديه. عندنا خلايا تانية اسمها خلايا البلعميه الماكروفاج، وعندنا خلايا المونوسايت دي برضو نوع من الماكروفاج هنفهمه دلوقتي. عندنا كمان خلايا اسمها الماست سيل اللي هي الخلايا الصقريه، دي بتبقى موجوده في الالتهاب، ودي انت اكيد سمعت عنها في البصق في الالتهاب. تمام يا عم تمام. ناخد بقى، يبقى احنا كده فهمت تقسيمه خلايا الدم. نخش دلوقتي كده مع بعض على النسبه بتاعتهم بقى بتوع الفاجوسيتوزيس بتوع عمليه البلع. احنا اتفقنا ان في خلايا بتقبل الصبغات الحموضيه والقاعديه على بعض فبنسميها خلايا متعادله نيتروفيل. الخلايا ده اهي دي عامله زي العساكر، عامله زي ايه؟ عامله زي العساكر. العساكر بيبقى عددهم كتير بيبقى نيومرس، وبتزيد في حالات الالتهاب السريع اكيوت انفكشن. تمام تمام بيبقى اكيوت كده بيحصل بسرعه، بتقعد في الدم فتره قليله لحد ما الاكيوت ده يخلص، وبعد كده شكرا خلصت مهمتها. كمان الخلايا دي بتبقى النواه بتاعتها متقسمه لقطع، بتبقى النواه بتاعتها متقسمه الى قطع، بتبقى سيجمنتد بتبقى شبه الكروموسوم كده. تمام دي بالنسبه لمين؟ للنيتروفيل العساكر. هات لي بقى الكبار، هات لي الكوماندا بقى القاده. القاده هما الماكروفاج، دول بيبقوا القاده بيبقى قليلين في العدد بس بيقعدوا فتره طويله، بيقعدوا الديز. ربنا يطول في عمر قادتنا، ربنا يطول في عمر قادتنا. قالك الخلايا دي لو وصلت الدم بسميها مونوسايت، لو وصلت الدم بسميها مونوسايت، لو وصلت للانسجه بسميها ماكروفاج، لو وصلت للانسجه بسميها ماكروفاج. تمام تمام. الخلايا دي هيقوم قايل لك جمله كده عليها انها مونو نيوكلر، يعني مكونه من نواه واحده. النواه بتاعتها دي بتبقى ازاي؟ بتبقى شبه الكبد، بتبقى الكليه قصدي، بتبقى شبه الكليه اللي هي بتبقى شبه حبايه الفول. تمام يا جدعان تمام. ده بالنسبه للمقارنه ما بين الخلايا دي ازاي تسكمها في دماغك. قلت لك انك تحط في دماغك كده ان العساكر، عساكر عددهم كتير بيقعدوا فتره قليله، اما الماكروفاج دول قاعده عددهم قليل بس بيقعدوا فتره طويله في الدم بسموهم مونوسايت، اما في الانسجه بسميهم الماكروفاج. تمام يا جدعان تمام. تعال نخش كده على عملية البلعمة. عملية البلعمة أولا لازم تبقى متأسس كده في حاجة، إن إحنا عندنا حاجة اسمها مكملات، عندنا حاجة اسمها المكملات. المكملات دي مواد كيميائية بستخدمها عشان أهاجم الميكروبات. المكملات دي بتمر كذا مرحلة، بتتكون بتمر مرحلة واحد سي واحد، هي سلسلة كده سي واحد بعد كده أربعة بعد كده اتنين بعد كده تلاتة بعد كده خمسة بعد كده ستة سبعة تمانية تسعة مع بعض. يدينا حاجة اسمها ممبرين أتاك كومبليكس، ده مهاج ده مركب كده بيهاجم الغشاء الخلوي بتاع الميكروب ويقوم مفجره وقتله. تمام. طب ايه علاقه ده؟ ده حاجه بتساعد في عمليه البلعم، حاجه بتساعد في عمليه البلعم، مكملات دي بتساعد كده في عمليه البلعم. المكملات دي بيبقى في منها حاجه اسمها سي اي وفي حاجه اسمها سي بي. الاي ده بيعمل اتراكشن، بيساعد في الانفلاميشن، بيساعد في الالتهاب، بيجذب الخلايا البلعميه. تمام فسميناه سي اي. اما اللي بيساعد في عمليه البلعمه سميناه بي، جزء بي. يبقى الجزء ايه ده بتاع الالتهاب، وجزء بي ده بتاع عمليه البلعمه، بي بلعمه وايه بتاع الالتهاب. تمام ده كل ده بيكون من برين اتاك كومبلكس بيساعد في مهاجمه الميكروب. تمام ايه علاقه بقى اللي انا بقوله ده بقى؟ يعني كنت بديك معلومات زياده مثلا بتروشن عليك؟ لا هو عشان هو قال لك ده، انا بقولها لك عشان هو قال لك ان الميكروب ده بيجذب الخلايا البلعميه عن طريق مواد كيميائيه كيمو تاكتيك، اسمها كيمو تاكتيك فاكتور. كيمو تاكتيك، كيمو يعني مواد كيميائيه، تاكتيك يعني بتعمل تاكسس بتجذبك. طب جذبتك ازاي؟ سي 3 اي. تبقى فاهم ايه سي 3 اي؟ سي دي مكمل وال 3 ده جزء رقم 3، والاي ده بتاع الاتراكشن. عندنا سي 4 اي، عندنا سي 5 اي، عندنا حاجه تانية اسمها الكيموكين. الكيموكين ده ماده كيميائيه عباره عن انترليوكين 8، ده بيجذب الخلايا البلعميه برضه، اسمه كيموكين انترليوكين 8. تمام تمام. هيجذب مين؟ هيجذب الخليه البلعميه اللي ماشيه في البلاد فيسل، ماشيه في الوعاء الدموي، عايز تخرج من خلال الجدار، عايز تخرج من خلال جدار الوعاء الدموي ده. هتخرج ازاي؟ الوعاء ده نوسعه، مين اللي هيوسعه؟ ماده كيميائيه اسمها الهيستامين، ماده كيميائيه اسمها الهيستامين، ماده كيميائيه اسمها ايه؟ الهيستامين، هو الحرف مش شغال شويه. ماده كيميائيه قلنا اسمها ايه؟ اسمها الهيستامين. تمام. الماده دي بتوسع الوعاء الدموي، وسعت الوعاء الدموي، ايه اللي حصل بعد ما وسعت الوعاء الدموي؟ هو عاوز يخرج برضه، يلاقي الحته ضيقه شويه، يقول له طب شويه عليك شويه علينا بقى، زنق نفسك شويه، زنق نفسه شويه. دي بيسموها عمليه اسمها دايابديسيس، دايابديسيس دي يعني زنق على نفسه كده وخرج. خرج لمين؟ خرج للميكروب. هيخرج للميكروب هيعمل عمليه ريكوجنايز، هيتعرف عليه، بعد كده يقوم بلعه. مين اللي هيساعد في البلع؟ اللي هيساعد في البلع مركب بيساعد في عمليه البلعمه اسمه سي 3 بي، او الجسم المضاد اي جي اي جي جي.
بيساعدوا في عملية البلعمة. عملية البلعمة دي لما تتسهل، الفاجوسيتوز ده لما يتسهل بمساعدة السي 3 بي والاي جي جي، بطلق عليه اوبسنايزيشن. اوبسنايزيشن اللي ان مالها فين؟ اوبسنايزيشن دي يعني تسهيل عملية البلعمة بمساعدة السي 3 بي والاي جي جي. انا بلعته جوايا، الخلايا البلعمية ده اللي كان باللون الاحمر دي كبرت وبلعته جواها. بلعته جواها في ايه؟ في فاكيول. الفاكيول دي اسمها ايه؟ اسمها فاجوسوم، اسمها فاجوسوم. الفاجوسوم ده جاله لايسوسوم، جاله لايسوسوم. اللايسوسوم اللي كان بيقتل، انت كنت واخد ده في الهيستو، يبقى في مواد بتقتل الميكروبات وحطام الخلايا هتقتله. طب هي اللايسوسوم هيتحد مع الفاجوسوم هيديني حاجة اسمها فاجيلو فاجو لايسوسوم، فاجو لايسوسوم، فاجو لايسوسوم. ده هيعمل انترا سيلولار كيلينج واقوم مدغدغه. عايز افهم، افهم ازاي؟ بفهم عن طريق الفيديو اللي انا هوريهولك ده. ادي يا جدعان الخلايا البلعمية، فاجوسايت بيبقى عليها مستقبل، المستقبل ده عشان يلتصق بيه الميكروب. تمام، ادي المستقبلات اهي، لقت ميكروب. طبعا مين اللي قلت لك بيساعد في عملية البلعمة وبيساعد كده؟ اقول لك يا سلام، الاي جي جي، الاي جي جي والسي 3 بي ساعدوا. ساعدوا ازاي او التصق؟ ايه اللي هيحصل؟ هكون اقدام كاذبة. شايف بقى اللي اتكون ده؟ اللي اتكون ده عشان يساعد في عملية الانجست ده مين؟ دي حاجة اسمها سودو بوديا، أقدام كاذبة تكونت من، تكونت من الخلايا البلعمية، تكونت من الخلايا البلعمية، اسمها سودو بوديا. اسمها ايه؟ اسمها سودو بوديا. بلعنا جوانا، اللي بلع جوانا ده اسمه ايه؟ فاجوسوم. الفاجوسوم ده هيجيله، هيجيله ايه؟ هيجيله لايسوسوم. اللايسوسوم ده هيخش يتحد معاه، اللي اتكون ده بقى من اتحاد الفاجوسوم مع اللايسوسوم اسمه فاجو لايسوسوم. الفاجو لايسوسوم ده كسر الحاجة. تمام، نقرا بقى الكلام من السلايدات، هتلاقي الكلام زي الفل معاك، سهل خالص. نقرا كده مع بعض، حفظنا ترتيب الخطوات، عرفنا ان النيتروفيل، قلت لك النيتروفيل دي مين؟ النيتروفيل دي العساكر، عددهم، عددهم كتير، موست نيومرس، بيزيدوا في حالات الاكيوت انفكشن، حجمهم صغير، بيقعدوا فترة قليلة. طبعا دول بيساعدوا في البلد والتشو. تمام، امال الماكروفاج، الماكروفاج دول القاده، ربنا يطول في عمرهم، عددهم قليل، بيبقوا كبار في الحجم، بتبقى نواه واحده. قلت لك بتبقى شبه ايه؟ بتبقى شبه الكيليا، بتبقى شبه الكيليا. في الدم بسميها مونوسايت، خليه وحيده النواه. اما في في التشو لما وصلت للنسيج سميتها ماكروفاج، هي كانت في الدم في الوعاء الدموي. تمام، تمام. الخطوات، الخطوات سهله خالص. ديليفري اوف فاجوسايتك سيل للسايت اوف انفكشن، يعني وصلت الخلايا البلعميه لمكان العدوى، لان العدوى كانت بره الوعاء الدموي، ما كانتش دخلت الوعاء الدموي. مين اللي هيوسع الوعاء الدموي؟ الهيستامين وسع لي الوعاء الدموي. طب انا قمت ضاغط نفسي، ضغطت نفسي، اسمها دايبديسيس. دايبديسيس دي عمليه سكويز، عملت سكويز تو ماي سيلف، يعني ضغطت على نفسي عشان اخرج من الوعاء الدموي. ده سهل مايجريت، مايجريت يعني الخلايا البلعميه هاجرت، هاجرت من خلال جدار الوعاء الدموي، راحت للتشو، راحت للنسيج. الكيموتاكسيس مين اللي جذبني بقى اصلا؟ السي 3 ايه المكمل؟ سي 3 ايه، سي 4 ايه، سي 5 ايه، والكيموكين اللي قلت لك اسمه انترليوكين 8، عشان لو حد سالك او حتى يعني معلومه ليك، هيجذب الخلايا البلعميه ناحيه التشو. امال مين اللي هيساعد في الالتصاق وان انا اعمل اوبسنايزيشن؟ قلت لك الجسم المضاد اي جي جي والسي 3 بي هيلتصقوا بالمستقبل اللي موجود على سطحهم مع الفاجوسايتك سيلز، فده بيساعد دهون الخليه. دخلت الخليه كونت سودوبوديا، كونت فورميشن اوف سودوبوديا. ده عشان اعمل انكلوز للميكروب، يعني حوطت على الميكروب عشان اعمل الفاجوسوم. الفاجوسوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ادي الخلايا كونت كونت فاجوسوم، كونت اقدام كاذبه عشان تدخله جواها، دخلته جواها بقى الشكل عامل كده. تمام، اللي اتكون ده بره ده اسمه سودوبوديا. تمام، دخل الميكروب جواها. بعد كده جاله لايسوسوم، اللايسوسوم اتحد مع الفاجوسوم كون لي حاجه اسمها فاجو لايسوسوم عشان يقتل الميكروب. حصل انترا سيلر كيلينج، وبعد كده حصل له عمليه هضم. عمليه هضم اتكون الميكروب ده بيبقى داخل شايل على سطحه انتيجين، الانتيجين ده بيبقى عباره عن بروتين، البروتين ده انا بدغدغه بكسره الى حاجه اصغر اسمها البيبتايدز، اللي هي الرواب، فاكر انت الروابط البيبتيديه؟ اهو دي بقى البيبتايدز، دي النواه عن الروابط البيبتيديه، بكسرها عشان هترتبط بالام اتش سي اللي انا هتكلم عنه حالا. قبل ما اتكلم عنه، هل البكتيريا كلها بتستجيب لعمليه الفاجوسيتوسيس؟ الاجابه لا. ليه؟ عشان في بكتيريا بتتزفلط، في بكتيريا بتتزفلط، وفي بكتيريا، سوري، في بكتيريا بتتزفلط، وفي بكتيريا، يبقى في بكتيريا بتتزفلط وفي بكتيريا تقتل
تقتل الخلايا البلعمية، وفي بكتيريا بتعيش جوه. اديني كده مثال، اللي بتزفلط اللي عنده كبسول، وده قلناها في اول شابتر، تمام. امال مين اللي بيقتل؟ مش عليك. امال مين اللي بيقدر يعيش جوه الماكروفاج؟ اللي بيقدر يعيش جوه الماكروفاج الخلايا بتاعت مرض السل التي بي، ودي تبقى مقرفه في علاجها. دي وسائل بكتيريا بتتزفلط بتقتل بتقدر تعيش جوه الماكروفاج. تقول لك ماكروفاج ده انا بحبه جدا، ده بالنسبه لي شويه لبان. طبعا انا خلصت معاك برضو امثله الخلايا بتاعت الجهاز المناعي. اتفقنا مع بعض اتفقنا مع بعض ان في عندنا خلايا لمفاويه اللي هي خلايا التائيه، وخلايا قلبائيه، وخلايا قاتله الطبيعيه. اتفقنا مع بعض ان في خلايا مايلويد بتاعت الدم زي اليوكوسايت اليوكوسايت كرات الدم البيضاء، عندنا مونوسايت، عندنا نيتروفيل، اسينوفيل، بيزوفيل، ميزوفيل، عندنا اريثروسايت. اريثروسايت دي اللي هي كرات الدم الحمراء اللي هي الار بي سيز، وعندنا البلاتليتس اللي هي الصفائح الدمويه، تمام. برضه حاجه كده عاوز اقولها لك، نقارن كده ما بين الخلايا البائية والخلايا التائية. طبعا احنا متفقين ان هما بيتكونوا في نخاع العظام، نخاع العظام الاحمر بيتكونوا جواه، تمام، سهلة دي. قال لك الخلايا البائية عشان بتبدأ بحرف البي بتنضج كمان جوه البول مارو، بتنضج جوه البول مارو نخاع العظام. اما الخلايا التائية بتروح تنضج في حاجة اسمها الغدة التيموسية، بتروح تنضج في الغدة التيموسية، تمام. الخلايا البائية ده حرف صغير، ده تاني حرف في اللغة الانجليزية، فنسبته من 10 ل 15%، 10 ل 15% كفاية كده عليه. اما الخلايا التائيه، عشان عندنا الخلايا التائيه دي بتنقسم لثلاث انواع: خلايا تائيه مساعده، خلايا تائيه قاتله، خلايا تائيه مثبطه. فنسبتها كبيره قوي، بتوصل نسبتها 80%، وبعض المراجع بتكتبها من 65 ل 80%، تمام. المقارنه دي كده احنا خلصناها. تاني كده مع بعض، الخلايا البائيه قلت لك البي، هما الاثنين بيتكونوا في نخاع العظام الاحمر. احنا متفقين ان كله بيتكون في نخاع العظام الاحمر. اما النضج الماتيور او بنسموها ماتشور، هي تلاقي في بعض الدكاتره بتنطقها ماتيور، وفي نتيجه بتنطقها ماتشور. البائيه بتبدا بحرف البي، فالماتيور بتاعها في البول مارو. اما التائيه في السايمس. اتفقنا مع بعض ان التائيه عشان كذا نوع واخده نسبه كبيره، اما الخلايا البائيه نسبتها من 10 ل 15% بس، تمام. نخش كده، احنا فاضل لنا الام اتش سي، وفاضل لنا الاجسام المضاده. انا حابب اخلص الاجسام المضاده الاول وبعد كده اتكلم على الام اتش سي. حابب اخلص الاجسام المضاده الاول وبعد كده اجي اتكلم على الام اتش سي. تمام، تعالوا نخلص كده مع بعض الاجسام المضاده. الاجسام المضاده احنا متفقين مع بعض ان بتجمعهم كلمه جامد، واحد جامد، حاجه جامده. بتجمعهم كلمه ايه؟ بتجمعهم كلمه جامد، تمام. بتجمعهم كلمه جامد، ماشي. عندنا اي جي جي، اي جي اي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي دي. قال لك ليه سميناها اي جي؟ اي جي عشان هي عباره عن اميونو جلوبيولين، عباره عن اميونو جلوبيولين، يعني جلوبيولينات مناعية. طب اميونو يعني مناعي، جاي من كلمة اميونيت. ايه جلوبيولين؟ جلوبيولين ده نوع من البروتين، ده عبارة عن نوع من البروتين. البروتينات بيبقى في منها نوعين، النوع التاني اسمه جلوبيولين. جلوبيولين ده بروتين تنظيم، بينظم ايه؟ بينظم المناعة، بينظم انك تقتل، تمام. طب تعالى نتكلم كده على وظائفه. انا هلخص وظائفهم وبعد كده اتكلم عليهم. عندنا اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي جي ده بلخصه في اربع وظائف، اي جي ام بلخصه في وظيفه جايبها من الاي جي جي اصلا، اي جي اي ده عباره عن مد الف موجود في كلمه مخاط، عباره عن مد الف موجود في كلمه مخاط، تمام. طب الاي جي ام، الاي جي ام واحد رياضي بيروح الجيم فبياخد مكملات، واحد رياضي بيروح الجيم فبياخد مكملات اللي هي الكومبلمنت. فاي جي جي واي جي ام دول بيبقوا مستقبلات للمكملات للكومبلمنت، تمام تمام. ودي يبقى دي وظيفه مشتركه ما بينهم. امال الاي جي جي انا سايب له اماكن فاضيه، الاماكن الفاضيه دي اللي ايه بقى؟ الاماكن الفاضيه دي الحاجات هعملها دلوقتي. اولا الاي جي جي بيساعد في عمليه الاوبسنايزيشن، لسه متكلم عنها اصلا. الاوبسنايزيشن انا لسه متكلم عليها اصلا. تاني حاجه بيساعد فيها انه دلوقتي الجنين بيبقى مرتبط عن طريق الام بالمشيمه والحبل السري، ففي حاجه بتعدي من خلال المشيمه. مين اللي بيعدي من خلال المشيمه؟ هو الاي جي جي، هو الاي جي جي، يبقى ده بيعدي عن طريق البلاسينتا. بيعدي كمان في الميلك بتاع الرضاعه، لبن الرضاعه، الاي جي جي بيعدي فيه، بيعدي فيه. يبقى تاني كده مع بعض التلات اجسام مضاده الكبار، اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، تمام. الاي جي اي والاي جي ام دول، الاي جي اي بتاع المخاط بتاع الميوكس
ميمبرين الميوكوزا الاميونيتي، ايه مخاط، ايه مخاط ميوكوس. اما الام بتاع المكملات بتاع الجيم بتاع الجيم، امال الاي جي جي، الاي جي جي بتاع المكملات برضو هو تبع كلمه جيم، معانا في عمليه الاوبسنايزيشن بيساعد، بيعدي كمان في البلاسنتا وبيعدي في اللبن بتاع الام، حتى حرف الجي اهو شبه كلمه، شبه الفور كده، شبه الفور اهو، شبه حرف الفور كده، اهي الجي دي شبه الفور، جي فور. تمام. في حاجه بقى عايزين نتكلم عليها، ان ساعات الميكروب، ساعات الميكروب بيطلع سم، ساعات الميكروب ايه بيطلع سم. السم ده الجسم المضاد يقول له طب ما تيجي نمشيها ودي ونعمل عمليه تعادل، الجسم المضاد ما تمشيها ودي ونعمل عمليه تعادل. التعادل ده بيقلل من انتشار السم وبيقلل من تاثيره. ساعات الجسم المضاد يمنع خروج الفيروس من خليه الى اخرى، ساعات الجسم المضاد يمنع خروج الفيروس من خليه لاخرى، وساعات يمنع التصاق الفيروس اصلا بالخليه، يبقى هو ساعات بيمنع التصاق الفيروس بالخليه او انتشاره من خليه الى اخرى، وساعات بيعمل عمليه تعادل للسموم اللي بتطلعها البكتيريا او الفيروسات. تمام. تعالى بقى نقرا كده مع بعض الوظائف، تلاقي الوظائف سهله خالص. اول حاجه اكتيفيشن للكومبلمنت، بينشط المكملات، مكملات يبقى جيم، اي جي جي واي جي ام. يحصل نيوتراليزيشن للميكروبات، يعني بعادل الميكروبات والسموم، يبقى الانتي بودي انهبيتس سبريد اوف مايكروبس من انفكتد سيل، يعني يمنع انتشار الميكروبات من خليه مصابه الى خليه اخرى، او يمنع انتشار السم ويمنع الالتصاق بتاع الفيروس اصلا من الاساس. الاوبسنايزيشن، الاوبسنايزيشن مين اللي بيساعد فيه؟ الاي جي جي. طب الاي جي جي ده بيساعد في عمليه الاوبسنايزيشن ازاي؟ الجسم المضاد بيبقى فيه جزئين، الجسم المضاد ده بيبقى فيه جزئين، جزء اسمه الاف سي بورشن، اللي هو الاف دي بتاعت فريجمنت والسي دي بتاعت الكريستال، هي ايزلي كريستلايز عشان كده بسميها السي، وكمان بتلتصق بالكومبلمنت فسميتها السي. يبقى الاف سي دي بتلتصق بيه الجسم المضاد. طبعا احنا عارفين ان الجسم المضاد بيبقى شبه حرف الواي، الجسم المضاد بيبقى شبه حرف الواي، ادي يعني اللي هي دي اللي شبه حرف الواي اهي، هي دي اللي تبقى فيها الاف سي بورشن. تمام. اما اللي ده هي بتاعت الانتصاق بالانتي بودي الانتيجين، دي مالناش دعوه بيها، احنا شغالين على الاف سي، هي دي اللي بيلتصق بيها المكمل ودي اللي بتساعد في عمليه الاوبسنايزيشن. الحته دي اللي بتلتصق بالماكروفاج، الحته دي اسمها الاف سي. تمام. عشان لما تيجي تقرا الاف سي ريسبتور اللي موجوده، الاف سي ريسبتور، الريسبتور اللي انت شفتها في الفيديو دي بتلتصق بالاف سي اللي موجوده في الجسم المضاد. تمام. الميوكوزا الاميونيتي، ميوكوزا دي يعني مخاط مادة ألف، مخاط مادة ألف، أنا أول ما قلت مخاط يبقى أنت جه في بالك المادة الألف. النيونيتال اميونيتي، المناعة بتاعت حديث الولادة، حديث الولادة كان جنين، جنين انتقل له، انتقل له إيه؟ انتقل له أجسام مضادة من النوع أي جي جي، دي بتعدي البلاسينتا جي بي إيه، الجي بتعدي البلاسينتا، الجي بتعدي البلاسينتا. تمام تمام. ومن اللبن كمان. ده كده بالنسبة للأجسام المضادة، مسكنها لك والدنيا كمان معاك. ملحوظة كمان كده ما كنتش قلتها، أن الخلايا البائية، خلايا البائية طبعا قلنا بتندق في البون مارو، ماشي، خلايا البائية تبع الهيومرال اميونيتي، تبع الهيومرال اميونيتي، مناعة خلطية. مناعة خلطية ليه؟ لأن أنا شغال مكملات، جايب لك جايب لك خلايا بلعامية، كمان خلايا التائية المساعدة بتساعدني، تي اتش بتساعدني، فدي مناعة خلطية، مناعة خلطية زي خلطه كده عاملينها على بعضها. تمام. السكيه بتاعتها البي اتش، فاكر البي اتش اللي هو الاس الهيدروجيني، فالخلايا الباقيه هي المسؤوله عن الهيومرال اميونيتي، هي المسؤوله عن الهيومرال اميونيتي. كده انا متبقي لي مين؟ كده انا متبقي لي كده انا متبقي لي الام اتش سي والخلايا التائيه، ودي بسيطه خالص، خد نفسك كده، خد فاصل بتاعك، ارجع عشان نكمل الخلايا التائيه. نكمل مع بعض بقى يا شباب الخلايا التائية والام اتش سي، وايه القصة بتاعت الام اتش سي. الام اتش سي ده اختصار لبروتين التوافق النسيجي. يعني ايه بروتين التوافق النسيجي؟ ده بروتين موجود في جميع انواع الخلايا والانسجة، شبه بعضه في الكائن الحي الواحد، في الفرد الواحد متشابه. ام اتش سي بتاع الكبد هو الام اتش سي بتاع الكلية، هو الام اتش سي بتاع العين، هو الام اتش. تمام. لو انا جيت ازرع، بحاول يعني، لا قدر الله واحد مثلا عايز يزرع كبد، عايز يزرع قرنيه، لازم المتبرع يقول لك احنا مستنيين متبرع يكون قريب مني في البروتين بتاع التوافق النسيجي ده، ده بيستخدمه في عمليات زراعه الانسجه عشان ما يحصلش عمليه ريجكشن، عشان ما يحصلش رفض للعضو المزروع، المناعه ما تضربوش. ده سر تسميته ببروتين التوافق النسيجي. طب ده له علاقه بالنهارده؟ لا، ملوش علاقه بكلام النهارده. امال احنا بناخده النهارده ليه؟ الام اتش سي ده في منه ام اتش سي 1 وفي منه ام اتش سي 2. ام اتش سي 1 ده موجود في اي خليه، اهي اي حتى واحد اهي شبه حرف الاي، فهو موجود في اي خليه.
اما الام اتش سي 2 ده موجود في الخلايا البلعميه واي خليه عارضه للانتيجين. تمام، ما النتائج المترتبه على دخول الميكروب لاي خليه فيها ام اتش سي 1 او خليه بلعميه فيها الام اتش سي 2 للتوسودا الميكروب ده، ليه اللي هيحصل له؟ هيحصل له واحد من اتنين، هيحصل له واحد ايه من اتنين، ايه اللي هيحصل لو هو داخل كده اي خليه، لو هو داخل اي خليه ايه اللي هيحصل؟ الانتيجين ده هيتفتت ببروتيوسوم. بروتيوسوم، ما الانتيجين مش احنا متفقين ان هو ميكروب؟ قلت لك ان هو في الاخر هيوصل انه هيبقى بيبتايدز، حتت صغيره. مين اللي كسره؟ اللي كسره بروتيوسوم، كسر الانتيجين اللي هو كان عباره عن جزء بروتيني الى بيبتايدز، كسره الى حتت صغيره. الحتت الصغيره دي هترتبط بالام اتش سي 1 فيتكون لي انتيجين وام اتش سي، انتيجين متفتت مع ام اتش سي يتم عرضه على سطح الخليه. عيدها لي تاني، انتيجين داخل الى خليه، داخل الى اي خليه، جسم غريب عني طلعت له حاجه اسمها بروتيوسوم، دغدغته الى حتت صغيره، دغدغته ايه؟ الى حتت صغيره، ارتبطت بالام اتش سي 1 فتكون لي ام اتش سي 1 وانتيجين متفتت بقى بيبتايدز وتم عرضه على سطح الخليه. مين اللي معدي؟ معدي اول نوع من الخلايا التائيه هنتكلم عنه النهارده، وهو الخلايا التائيه التي سي، الخلايا التائيه السامه، بتبقى شايله على سطحها سي دي 8، بتبقى شايله على سطحها سي دي 8. السي دي 8 ده اهو مستقبل موجود على الخلايا التائيه. المستقبل ده اول ما يشوف انتيجين متفتت مرتبط بام اتش سي 1 يقول لك انا هطلع اللي جوايا. ايه اللي جوايا يا عم؟ اللي جواه شويه جرانيولز، شويه حبيبات، حبيبات هتطلع من جوه لبره. ان هي تطلع من جوه لبره دي عمليه اسمها اكسوسايتوسيس، دي عمليه اسمها اكسوسايتوسيس. يعني اكسوسايتوسيس طلعت حاجه من جوه لبره، سميتها اكسو يعني الخارج، اكسوسايتوسيس. تمام، طلعت ايه بقى جواك؟ ايه؟ قال لك جوايا مادتين، جوايا مادتين. ايه المادتين اللي جواك؟ ماده اسمها البيرفورين. يعني ايه بيرفورين؟ قال لك ان يعني بروتين، وبير بيرو يعني بتكون ثقوب. طب انت بتثقبي الميكروب ليه؟ قالك انا هثقبه عشان ادخل جواه انزيمات، عشان ادخل جواه انزيمات. قالك الانزيمات دي بتعمل ايه؟ قالك تنشط جينات معينه في نواه الميكروب تؤدي الى ان الميكروب هينتحر والخليه هتموت نفسها. العمليه دي سموها ايه؟ سموها ابتوسس، سموها ابتوسس. يبقى في جينات معينه، في كل الكائنات الحيه تؤدي ان ان الخليه تدمر نفسها. العمليه دي اسمها ايه؟ لو الخليه دي، لو الجينات دي اشتغلت اسمها ابتوسس. مين اللي بيشغلها؟ انزيمات. مين اللي طلع الانزيمات؟ الخلايا التائيه السامه طلعت انزيمات. طب الانزيمات دي دخلت ازاي للبكتيريا؟ من خلال الثقوب. مين اللي صنع لنا الثقوب؟ البيرفورين. البيرفورين بتاع مين؟ بتاع الخليه التائيه السامه تي سي اللي كانت شايله مستقبل اسمه سي دي 8. طب اشتغلت امتى؟ اشتغلت لما لقت انتيجين متفتت مرتبط بام اتش سي 1. اتمنى القصه تكون فاهمها، لو سرحت مني في حاجه ارجع للفيديو وشوفها تاني. تمام، ده بالنسبه لاي خليه. طب لو هي خليه بلعميه بقى، لو دخلت لخليه بلعميه هيحصل نفس القصه مع اختلاف بسيط، ايه الاختلاف؟ يعني ان الانتيجين، هو الانتيجين هيتفتت، بس هيتفتت المره دي هو عشان داخل على خليه بلعميه ففي لايزوسوم، اللي هيكسره هو لايزوسوم. ده اول اختلاف. تاني حاجه هيلاقي بروتين توافق النسيجي رقم 2، بهو البلعميه حرف البي ده ثاني حرف في اللغه الانجليزيه، فهو معاه ام اتش سي 2. الام اتش سي 2 هيرتبط مع الانتيجين المتفتت اللي كسره اللايسوسوم ويتم عرضه على سطح الخليه. تاني اختلاف عندنا ان النهارده بقى اللي هيكون معدي هو الخلايا التائيه السامه، خلايا تائيه، سوري قصدي الخلايا التائيه المساعده اللي هي التي اتش. التي اتش دي بيبقى شايل على سطحها سي دي 4، تقوم مرتبطه بالانتيجين المتفتت اللي مرتبط بالام اتش سي 2. ايه اللي يحصل لما ده؟ تتنشط الخلايا التائيه وتنشط الخلايا البلعميه عشان تقتل الميكروب، وتنشط الخلايا الباقيه اللي بلع نفس الميكروب عشان يكون اجسام مضاده تدمر نفس الميكروب ده. يبقى كده الام اتش سي 2 الانتيجين تم تكسيره بواسطه اللايزوزوم اللي موجود في الخلايا البلعميه، والحاجات المتفتته دي ارتبطت مع الام اتش سي 2. ايه اللي حصل؟ اتعرضت على سطح الخليه البلعميه اللي هي السيل سيرفس ريسبتور. مين اللي معدي؟ التي اتش. التي اتش شافت، قامت مرتبطه بالسي دي 4 بتاعها، بالمستقبل بتاعها، اتنشطت وكسرت اتنشطت قامت منشطه الخلايا البلعميه، الخلايا البلعميه كسرت الميكروب ده، الخلايا التائيه نشطت الخلايا البائيه ان هي تكون اجسام مضاده. دي بقيه القصه. كمان الخلايا البلعميه الخلايا التائيه قصدي المساعده بالمستقبل بتاعها سي دي 4 قامت منشطه الخلايا البائيه اللي شايله وبلع نفس الميكروب عشان تدمره باجسام مضاده، وكمان نشطت خلايا قاتله طبيعيه، وهتنشط الخلايا التائيه السامه كمان عشان تقتل الميكروب ده. دي القصه ككل.
تمام. آه نقرأ مع بعض بقى كده، تلاقي الكلام سهل خالص في الام اتش سي. نقرأ كده مع بعض السيل ميديوتد اميونيتي وبعد كده نختم بالام اتش سي. ايه اللي حصل لما التي سي لك الخلايا التائية دي بتقتل ازاي؟ ايه اللي حصل لما الخلايا التائية السامة لقت ام اتش سي واحد مرتبط ببيبتايدز؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ارتبطت معاها بالسي دي 8، ارتبطت معاها بالسي دي 8 وقامت مطلعة اتنشطت وطلعت حبيبات كانت جواها جرانيول، طلعتها لبره الخلايا، لبره الخليه دي اسمها اكسوسيتوسيس، طلعته بره الخليه اللي هي التي سي، طلعته بقى للميكروب. بعد ما حصل تايت جانكشن تايت اديهيجن يعني حصل التصاق مع الميكروب، طلعت الحبيبات اللي جواها. الحبيبات اللي جواها دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على بيرفورين بيكون ثقوب، بيكون ثقوب في الخليه التارجت، الخليه الهدف اللي انت عايز تثقبها. الخلايا دي دخلت جواها جارانزيمز انزيمات، دخلت الى الخلايا من خلال الثقوب دي وقامت عامله انديوس الابتوسيس. يعني ايه الابتوسيس؟ يعني انتحار الخليه. انتحرت الخليه ليه؟ نتيجه تنشيط جينات معينه تقريبا بي 53 على ما اتذكر، وانزيمات معينه كده اسمها الاندونيوكليوسيز. اندونيوكليوسيز الانزيمات دي بتكسر النواه وبتفتت الخليه وبتخليها تنتحر وبي 53. تمام. دي كده بالنسبه للخلايا التائيه بتشتغل ازاي. طب مقارنه بتاعه الام اتش سي، المقارنه بتاعه الام اتش سي بسيطه خالص، بسيطه خالص. اهي الام اتش سي الكلاس 1، كلاس 1 بيرتبط بالسيتوبلازم بروتين، يعني البروتينات اللي موجوده، الانتيجين يعني، فالانتيجين بقى عباره عن جزء بروتيني اللي دخل لاي خليه، دخل لاي خليه، اي خليه دخلت بقتله بايه؟ بقتله بكسره، يعني بكسر الانتيجين ده لحتت صغيره بواسطه بروتيوسوم. البروتيوسوم ده بيرتبط بالام اتش سي واحد، مين اللي بيعدي عشان يقتله؟ التي سي اللي بتقتله اللي بتلتصق معاه، بتعمل اديجن معاه بالسي دي 8 وبتقتله بايه؟ بتقتله بالفورفورين اللي بيثقبه وبتطلع جرازنزايمز عشان البكتيريا تنتحر في عمليه اسمها ابتوسز. ما تنساش قاعده الثمانيه، 8 في الام اتش سي 1، 8 في 1 ب 8. اما الام اتش سي 2 بيرتبط مع السي دي 4 و2 في 4 ب 8، دي قاعده السمانيات ما تنساهاش. تمام. قاعده ال 8، 2 في 4 ب 8، 1 في 8 ب 8. الام اتش سي 2 قلنا الام اتش سي 2 بيجي لي مثلا عن طريق الانهيليشن، مين اللي بيكسره؟ هو دخل لخليه بلعميه، فاللي كسره هو اللايزوزوم، هو اللي كسره اللايزوزوم اللي موجود في الخليه البلعميه، كسرته الى فريجمنتس يعني حتت صغيره، وتم عرضه على سطح الخليه مرتبط بالام اتش سي 2. مين اللي بيحبه؟ هو التي هيلبر سيل اللي هي تي اتش اللي بتبقى شايله على مستقبلها 4، 4 في 2 ب 8. اتمنى ان الام اتش سي يكون سهل بالنسبه لك وان المناعه سهله بالنسبه لك، واتمنى الشرح يكون فادك، وما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.